ان نادي الزمالك هو اللي كان اللي اقوى الاقوى هو قال حاجه كمان يا استاذ علاء. لا ده انا لسه انا هقول لك يعني قال حاجة. الاهلي هو نادي الدوله. لا لا سي سي ما أنا... ما معنى قال الاهلي نادي الدوله على فكره. انا ما قلتش الكلام ده معاك. امال لو رجعنا الشوط الثاني مش هقول الكلام ده. دي واحده. الحاجه الثانيه المسؤولين بيطبقوا مقوله ان الاهلي نادي الدوله. ثاني المسؤولين بيطبقوا مقوله ان الاهلي نادي الدوله. ما معنى الاهلي؟ ارد عليكي. لما يطلع وزير دوله وزير الشباب والرياضه ويقول لك الاهلي نادي الدوله والمهندس عبد اللقي يطلع يقول احنا نادي الدوله بحكم وزير الشباب والرياضه الاكثر شعبيه يا ستي قولي زي ما انت عايزه تقولي بس اسمعي لي انا اكمل. طب ما انا هخليك لما يطلع المهندس خالد عبد العزيز. بص يا مي يا اما اتكلم يا اتكلم انت. لا ما انت بتتكلم. انا هخلي استاذ علي لما يطلع المهندس خالد عبد العزيز وهو وزير شباب ورياضه مصر يطلع ويقول لما يكسب النادي الاهلي يبقى في اساله التقارير الامنيه وهو نادي الدوله وهو اللي بيهدد الشعب وهو وهو بحكم ان ده هو وزير. الاكثر شعبيه في البلد. يعني حضرتك ما فيش نادي اسمه الاتحاد الاسكندري ما فسرهاش ليه كلام واضح. ده واضح. عبد الشافي ما ينفعش بحكم ان هو النادي الاكثر شعبيه. انا راجل مسؤول ما ينفعش. يا يا عبد الشافي ازاي يعني هو يمكن وقع الكلام الوحيد. مين المسموح له يقول الكلام ده؟ رئيس النادي الاهلي يا عبد الشافي المهندس عادل القيعي عزت علاء زميلي الاستاذ علاء عزت هو مش راضي عن الكلام ده يا استاذ علاء. ازاي لما اصل وزير الشباب والرياضه اللي قال وقتها ده في الفيديو موجود يا حبيبي. يا حبيبي ده راجل زملكاوي رئيس يا علاء بقول لك الفيديو موجود. هو انا جبت الكلام عندي. رئيس الوزراء دلوقتي زملكاوي وزير الشباب والرياضه. انا ما بحسبش حد على دماغه يا عبد الشافي. ما ينفعش وما ينفعش كلام تتردده يا علاء. اردد ايه يا عبد الشافي؟ انا بقول لك ده وزير زملكاوي وزير وزير في الحكومه المصريه يا عم. يطلع يقول مع مين؟ وزير واقعي. عالم عالم عم خيري رمضان. طب ايه يعني وزير واقعي بيقول لك ان لما الاهلي بيكسب. اي طبعا يا استاذ علاء وزير مصر كلها. انا عايز اسال سؤال. راجل واقعي راجل عارف حضر شعبيه الاهلي والزمالك. يا علاء يعملوا وزاره اسمها وزاره النادي الاهلي. يا الله انا عندي سؤال. ما معنى كلمه ان الاهلي نادي الدوله؟ ما انا قلت عليكم كلام الوزير. لا انا مش عايزه كلام الوزير. انا عايزه اعرف ما معنى كلمه الاهلي نادي الدوله. انت شايفها من وجهه يعني نظرك ايه؟ يعني لازم اجيب لك اثنين شهود بقول لك الوزير قال كده. انا ايش دعوه باللي قاله الوزير. لا انا بسالك انت وزير ما معناها كلمه النادي يا مي يا مي استوعبي. هو في علاج الخشونه ولازم العيان يفرق ما بين علاج الام الخشونه وعلاج خشونه الركب. خشونه الركبتين ده مرض هيحصل زي الشعر الابيض اللي بيحصل لاي حد فينا. تقدم في السن اصابه قديمه وزن زائد ما قدرناش ان احنا نعالجه كويس فابتدى يطور لي فيه خشونه الركبه او خشونه مفصل الحوض او خشونه المفاصل عمدا. ابتدى يتاكل السطح الاملس فبدا يحصل الام لهذا المريض. المريض بيبتدي يشتكي ممكن الام من العضلات الام من الاربطه الام من المفصل نفسه داخليا من مستقبلات الالام اللي داخل الركبه او من الام من المشي نفسه من الحركه ما يقدرش يمارس حياته ما يقدرش. هل في علاج لده؟ نعم تخصص علاج الألم أوجد حل لمرضى الخشونة ومرضى خشونة المفاصل عامة. سواء كان بتدخلات محدودة بتتم وكلما دخلنا بدري كلما قدرنا ناخد نتيجة أفضل وقدرنا علاج الخشونة أو علاج ألام الخشونة بيختلف. ممكن حقن أعصاب طرفية حقن مواد علاجية للمفاصل أو للأربطة أو للأنسجة أو للعضلات نفسها أو يتم حقن البلازما الغنية المنشطة لعلاج الخشونة وتعويض السائل الزلالي اللي بجوه الركبة فبالتالي نقدر ناخد نتيجة في تخفيف الألام وتخفيف الاحتكاك فبالتالي نوجد ده. بالضبط بمثلها كأننا بنعمل تجميل زي تجميل اللي بيحصل في البشرة احنا بنعمله داخل الركبة فبالتالي درجة الخشونة هتقل شوية فبالتالي الألام هتختفي وهنعالج الألم. فبالتالي في فرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج الخشونة. نعم الخشونة نفسها ده بروسيس حاجة طبيعية هتحصل زيها زي الشعر الأبيض ولكن احنا ممكن نجملها وممكن نقلل من أعراضها اللي بالتالي تدينا راحة للمرضى وعلاج لألمهم فالعيان يقدر يمارس حياته. حاجة مهمة جدا الحركة مهمة. الحركة هي اللي بتخلي العيان يكون الكولاجين ويكون الكارتليج فيبتدي مفصل يتحرك. المريض الخشونة اللي مش قادر يتحرك في درجات القوة العظمى اللي هي درجة زي الدرجة الرابعة أو الأقوى ما بيقدرش يتحرك فبالتالي هو فاقد لجزء مهم. دخل في اكتئاب مش قادر يمارس حياته الطبيعية مش قادر يتحرك في أي مكان فبالتالي حصل له دخل في سيركل كده لابد نقطعها. كنا نقطع الألم ده نفسه ده لوحده بيبقى عليك. فبالتالي هناك فرق وعلاج الألم أوجد حل لعلاج آلام خشونة المفاصل عامة. أنا
بقول لك الوزير وزير الشباب والرياضه والله العظيم انا طلع اتكلم مع الاستاذ خير رمضان والله درس وفاهمه يا استاذ عبد الشافي يا استاذ علاء ما معنى كلمه ان الاهلي من وجهه نظر الاستاذ عبد الشافي ان النادي الاهلي هو نادي الدوله. انا رديت عليه قلت له الوزير قال كده او اي حد شخص ما قال الكلمه دي بحكم ان النادي الاهلي الاكثر جماهيريه. ده مبرر حضرتك رأيي. ده مبرر يا استاذ مش رايي ده رايي ده رايي ده الاحصائيات يا استاذ عبد الشافي. حضرتك انزلتي جبتي استني على الاحصائيات جبتي ورقه وقعدت تعدي كل في الشارع مش محتاجه ورقه استبيان. ضيوفي انت اهلاوي زملكاوي انت اهلاوي ضيوفي اللي بيجوا هنا بيقول لك انا بعرف ان الاهلي كسب. انا احترم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ضيوفي اللي جم هنا سواء زملكاويين وله كل تقدير واحترام. الزماله هنا احنا دلوقتي ضيوف يا استاذ عبد الشافي بنقول ارائنا. ضيوفي اللي جم هنا قال لك منهم ضيف قال لك انا بعرف ان النادي الاهلي كسب لما بيبقى في ماتش ما بين اهلي وزمالك من صوت الجون على القهوه. ده ضيف من ضيوفي قال كده. هو حر. طيب ما انا بسالك اهو يا استاذ رد يا استاذ علاء. استاذة مي فكره ترسيخ فكره ان الاهلي نادي الدوله ده مبرر ليه؟ معنى الكلمه ايه يا استاذ علاء؟ في بعض الناس في الزمالك بيرسخوا لعوده نظريه الاضطهاد بالحديث. لا بص يا عبد الشافي. لا 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 ما سمعتش كل الكلام يا اما اتكلم يا اما اخد. لا معلش عبد الشافي عبد الشافي ما تقولش كلام اضطهاد. انا مش مضطهد يا يا استاذ مي. هل انا عشان مضطهد؟ لو سمحت انا ممكن اخد وقتي في الكلام ولا ممكن لا تاخد وقتك بس انت قاعد ساعه وخارجه. هو حقه يتكلم يا استاذ عبد الشافي. هو حقه يتكلم ولما يخلص كلام حضرتك. هل انا خرجت قلت الاهلي عنده اضطهاد والعقده؟ هو حقه. انت قلت كلام اكتر من كده يا استاذ عبد الشافي. بس هو حقه النهارده ان هو حد في الزمالك عنده لا معلش هو حقه يسحب كلمته بقى لا يا عم لا ما هو ما يخليش هتكلم مين اللي منهزر ايه؟ بتقول عندهم عقدة الاضطهاد؟ ايه يا علاء؟ عقدة الاضطهاد ازاي يعني؟ يعني احنا ناس جايين من ورا العشوائيات مش ينفع كده مش ينفع ده مش لغة حوار اي تجاوز لا اسمح لي بعد اذنكم الزملكاوية بعد اذنكم قلت الزملكاوية بيعانوا من مشكلة الاضطهاد وشايفين بعد اذنك يا استاذ علاء بعد اذنك يا استاذ عبد الشافي قلت الزملكاوية بيعانوا من مشكلة الاضطهاد وشايفين ان كل المنظومة الرياضية ضد النادي دي قاعدة راسخة عندهم منذ نشأته استاذ علاء استاذ علاء وحقه يرد على كلامه انا اللي قلت الكلام ده استاذ علاء اللي قال الكلام ده وحقه يقول رايه للاخر وحضرتك تستنى لما يخلص وترد عليه اتفضل بس ممكن اعقب بس على طبعا اولا استاذ شافي في البدايه قاعد يتكلم على ان الاهلي بيحكم اتحاد الكوره او الاهلي اقوى من اتحاد الكوره وده كلام غير منطقي. قاعد يقول لك النادي الاهلي بيأجل مباراه زي ما هو عايز. النادي الاهلي كان كل اللي بيعمله النادي الاهلي ان هو النادي الاهلي كان رافض منظومه العشوائيه في اداره المسابقات. النادي الاهلي لما رفض يلعب مباراه بيراميدز في الكاس مصر لان هم بدلوا مباراه الدوري بمباراه الكاس والنادي الاهلي طول عمره نادي بيرفض العشوائيه في اداره المسابقات. احنا اتكلمنا في النقطه دي لا ما اتكلمناش فيها ما تعقبناش.